ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر الحوار العربي الأوروبي حول الإدارة العامة يورومينا. المؤتمر يحمل عنوان تحديث إدارة الموارد البشرية وأداء المؤسسات العامة، تستضيف سلطنة عمان برعاية كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد في الفترة من 24 وحتى 27 من أكتوبر الجاري. أوروبي حول الإدارة العامة، حوار يورومينا ليس تجمعا للخبراء والمهنيين فقط، بل هو رسم لخارطة طريق الإدارة العامة في المنطقة العربية. هو حوار يحمل وعودا لمستقبل زاهر للأداء الحكومي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لشعوب تحمل آمالا عريضة. في مسقط انطلق المؤتمر بتنظيم معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان والمجموعة الأوروبية للإدارة العامة وجامعة إكس مارسيليا وشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينا بار، ليعكس رؤية قيادة مملكة البحرين في تشبيك العلاقات الدولية والاستراتيجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. طبعا يسعدنا أن نكون اليوم في سلطنة عمان الشقيقة لحضور حوار الإدارة العامة من يورومينا، وهذه من ضمن التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والمعاهد الإدارية. واستمعنا اليوم في الجلسة الافتتاحية إلى أهداف المؤتمر وما يصبو إليه من التطوير والارتقاء بالأداء الحكومي لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. تطوير الأداء الحكومي هو الهدف الرئيسي والهدف الشامل الذي اجتمعت فيه كل الدول العربية والأوروبية هنا في حوار يورومينا، ومملكة البحرين انطلقت بإيمان كامل نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير الإدارة العامة ودعم بحوثها. ويعمل معهد الإدارة العامة الذي تم اعتماده كبيت خبرة إقليمي على دعم صناعة السياسات الحكومية المبنية على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي بالتعاون مع الخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات المحلية والعالمية ومناقشة أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة آليات نقلها وتبادلها بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة. تم افتتاح اليوم المؤتمر الثالث لمينا بار والثامن لليورو مينا، الحوار بين المنطقة الوطن العربي وبين المنطقة الأوروبية. المؤتمر عبارة عن حوار كنا نتوقع أقل بكثير من الحضور، والحضور وصل أكثر من 250 من 16 دولة من حول العالم. الجميل أن 84 ورقة عمل في هذا المؤتمر كلها تطمح إلى بالفعل تطوير رأس المال البشري، بناء قدرات الموظفين الحكوميين، هدف جمع بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في مذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش حوار يورومينا من قبل معهدي الإدارة العامة في البلدين. من مسقط انطلق هذا المؤتمر هذا العام ليكمل مسيرة البحرين وتونس ليمهد الطريق لمؤتمر مينا بار الثالث في فلسطين العام المقبل. للتلفزيون مملكة البحرين، محمد بن عبد المهري، سلطنة عمان.